دكتور في العراق اكثر شيء نسب اللي يصير بهم تجارة الاعضاء البشريه هم ما دون سن 16 سنه، كان يكون اولاد يعني او بنات، هل هذه الاعمار لها ميزه عن بقيه الاعمار الاخرى؟ لا، بصورة عامة إذا كان أكو احتياج بغض النظر عن العمر وصحة المريض تستدعي نقل زرع العضو المطلوب وأيضا إمكانيته لتقبلها موجودة، ما يكون واحد عمره مع احترامنا لكل الأعمار عمره متأخر جدا وان سنة، لأنه الربح والخسارة راح تكون محدودة والفشل عملية وفشل الفائدة من عملية زراعية، فقضية العمر مو هو السبب الرئيسي. قطعا الشاب الصغير أو المراهق أو الصبي راح يكون أكثر تعاطفا من قبل من يتبرع له بالكلى والأعضاء، هذا هو العامل، عامل مهم جدا في إيجاد الشخص المناسب للزراعة والنقل.